وجه أصابع يديك إلى القبلة، كل شيء للقبلة، يديك أصابعها إلى القبلة. وين أجعلها؟ أسفل، قدام، يمين، يسار؟ حذو منكبيك، حذو منكبيك، وتمكن جبهتك وأنفك من، وتجافي، تجافي يديك عن جنبيك، إلا أن يكون بجوارك أحد فلا تؤذيه. لكن لو صرت لحالك أو إمام تجافيها حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، حتى يرى بياض إبطيه. ولا ويجافي فخذيه عن ساقيه، يجافي بطنه عن فخذيه، ما يجمع نفسه كذا لا، ولا يمتد طويلا لا، وإنما وسط وسط، ويضم قدميه، شوف قدميه مضمومة، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وحده، هذه يجب وجوبا تقولها، سبحان ربي الأعلى، أقل أدنى الكمال ثلاث، طول الإمام سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم